تغير المناخ واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة. عقب قيامه بإطلاق استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية، مدبولي يشدد على أن مصر تعد من أكثر دول العالم عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية. ائتلاف إسرائيل الحاكم يصبح أقلية في الكنيست بعد استقالة نائبة عربية احتجاجا على تصاعد العنف بالأقصى. عقب لقائه رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، بايدن يقول إن السويد وفنلندا تستوفيان معايير الانضمام لحلف الناتو. السابعة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل، أهلا بكم. شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب قيامه بإطلاق الاستراتيجية المصرية لمكافحة التغيرات المناخية، شدد على أن مصر تعد من أكثر دول العالم عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية. ويعد تغير المناخ واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي ستؤثر على الأمن القومي حيث سيعاني العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى. بما أن مصر أصبحت من أكثر البلاد عرضة لمخاطر تغير المناخ، لذا بدأت تلتزم بدورها في التصدي والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتبارها ذات قابلية شديدة للتأثر بتلك الأزمة العالمية. وقد جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 لتوضيح رؤية التصدي لآثاره وتداعياته. وخلال كلمته بالمؤتمر أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن تداعيات تغير المناخ تعد تحدي جديد يضاف إلى التحديات التي تواجهها مصر لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال العديد من الخطط المدروسة في جميع القطاعات. وعلى الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 6% من إجمالي انبعاثات العالم، فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات. كما أكد رئيس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ جاءت بأهداف طموحة متعددة. لقد جاءت رؤية مصر 2030 لتركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار في البشر. ولتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأنه سيتحقق ذلك من خلال حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ واستخدام النظم البيئية للحفاظ على موارد الدولة. كل سنة بيطلع لنا تقرير بيقول لنا جملة مختلفة، مرة يقول لنا 2 درجة حرارة مئوية هتبقى كويسة نشتغل عليها، بعديها بسنة يقول لا ما نعديش على درجة حرارة ونص، يبقى بالتالي لازم يكون العلم قلب هذه الاستراتيجية وهو تطوير الفكرة بتاعة المعرفة والعلم. المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر بالتأكيد سوف يكون لها أثر كبير للتصدي للتداعيات السلبية لتغير المناخ، هذا ما أشارت إليه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة. ما بحقق معدلات نمو وبحقق معدلات تشغيل معينة مستهدفاها، وبحقق أيضا حماية اجتماعية لأهلنا كلهم، ده لا يمكن يتم من غير ما أحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد. فالبعد البيئي هو أحد الأضلاع الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030. الطاقة وارتباطها بالنمو الاقتصادي من أجل التنمية المستدامة لا بد من الاستمرار في تنميتها، ولكن بمعدلات انبعاثات منخفضة، هذا ما أشار إليه الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية. وهنا في 2016 حطينا استراتيجية
بتتيح لمصر حتى سنة 35 مزيج يبقى مقبول ونقدر ان احنا نتحمله ويبقى في نفس الوقت متوافق مع كل المعايير الدولية ومع ارتباط مصر والتزامها بكل المعاهدات اعتبارا من كيوتو وكوب المتعاقب وحتى اتفاقيات باريس. قطاع الزراعة من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرا بالتغيرات المناخية، رغم أنه له دور إيجابي في تخفيف الانبعاثات الحرارية. هذا ما أكد عليه السيد القصير وزير الزراعة. مواعيد الزراعة قد تختلف نتيجة التغيرات المناخية، وبالتالي الأمر بيحتاج إلى إعادة رسم الخريطة الزراعية. أيضا من الأمور المهمة اللي احنا هنشتغل عليها في الفترة القادمة وهيبقى من ضمن المشروعات المهمة اللي هي تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والتنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من هذه المخاطر، وإزاي نقدر ندعم الفلاح والمزارع المصري بهذه المعلومات عشان يقدر يتعامل مع هذه المنظومة. حزمة متنوعة من البرامج المختلفة ما بين الطاقة الجديدة والمتجددة والبحث العلمي والزراعة والمحاصيل والهيدروجين الأخضر والمشروعات القومية المختلفة وتحقيق نمو اقتصادي في مشروعات قومية كبرى، استعدادا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التداعيات السلبية لتغير المناخ. أحمد أبو الحسن، النيل. أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركته في اجتماع عبر الفيديو كونفرنس لمجموعة وزراء خارجية بريكس بلس، أكد على عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر وتجمع دول البريكس. يذكر أن مجموعة دول بريكس التي تقوم بتوحيد أكبر الاقتصاديات النامية في العالم منذ عام 2009 تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فرض قيود على اتصالات وتحركات وإقامة ولي العهد السابق الأمير حمزة بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم. كان الأمير حمزة بن الحسين أعلن الشهر الماضي تخليه عن لقب أمير بعد عام من اتهام الحكومة الأردنية له بالتورط فيما سمي بقضية الفتنة. أعلنت النائبة في الكنيست عن حزب ماريتس اليساري غايدة ريناوي استقالتها من ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي نيفتالي بنيت الحاكم احتجاجا على عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك. تستقيل من حزب ميريتس اليساري فتهز الائتلاف الحاكم في إسرائيل. الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بات يمثل أقلية برلمانية بعد استقالة النائبة العربية غيداء ريناوي زعبي، ما يقلل من سيطرة رئيس الوزراء نفتالي بنت على السلطة. استقالة النائبة غيداء ريناوي التي أرجعتها إلى اختلافات أيديولوجية تركت بنت مسيطرا على 59 مقعدا لا أكثر من مقاعد الكنيست البالغة 120. وقد تسعى المعارضة لاستغلال استقالة النائبة العربية بتقديم اقتراح الأربعاء المقبل لحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. وأحجمت غيداء عن تأكيد أو نفي ما إذا كانت ستصوت لصالح المقترح، وهو ما قد يمهل بنت وقتا أطول في الحكم. وأشارت زعبي في رسالة الاستقالة التي بعثت بها لبنت إلى تصعيد العنف في الحرم القدسي والأساليب القاسية التي اتبعتها الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفي الفلسطينية شيرين أبو عقلة الأسبوع الماضي. غيداء سلمت بأن التصويت على حل الحكومة قد لا يكون في مصلحة المواطنين العرب الذين يشكلون نحو 21% من سكان إسرائيل. ويتشكل ائتلاف بنت من خليط أحزاب يسارية وقومية يهودية متشددة وأحزاب دينية، إضافة إلى القائمة العربية الموحدة، وتشوبه انقسامات أيديولوجية عميقة، لكنه ما لبث أن واجه معوقات تهدد استمراره. ففي مطلع أبريل الماضي خسر الائتلاف الحكومي غالبيته البرلمانية مع إعلان النائبة اليمينية عيديت سليمان سحب تأييدها له. والآن أصبحت الحكومة أكثر ضعفا وستحتاج لدعم من خارج الائتلاف إذا طلبت المعارضة إجراء اقتراع على سحب الثقة في البرلمان.
يعقد اليوم الجمعة مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأخيرة في قصر بعبدة بالعاصمة بيروت برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وذلك قبل أن تتحول الحكومة إلى تصريف الأعمال بمهام محدودة غدا السبت مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي وتولي مجلس النواب الجديد. كانت الانتخابات اللبنانية أسفرت عن خسارة تيار 8 آذار المكون من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر التابع لرئيس الجمهورية وحلفائهم للأغلبية النيابية، مع تقدم ملحوظ لحزب القوات اللبنانية وحلفائه وحزب الكتائب والمستقلين. عندما تدخل حليمة القعقور البرلمان اللبناني الأسبوع المقبل كنائبة منتخبة، فإنها ستتخطى الحواجز الخرسانية نفسها التي تمت إقامتها لإبعادها مع غيرها من المتظاهرين الآخرين خلال المسيرات الضخمة المناهضة للحكومة عام 2019. انتخب نحو 12 ناشطا ووجها جديدا من أصحاب الأجندات الإصلاحية مثل القعقور لعضوية مجلس النواب بدعم من الحركة الاحتجاجية والغضب الشعبي الذي تصاعد بعد الانهيار المالي. 2019 كنت مش بس على الأرض، كنت ببيروت، يمكن أنا كنت من القليل جدا اللي برموا كل ساحات لبنان، يعني كنت ضايفة بكل الخيام وبالخيام الأصعب وأكثر قمع وأكثر ترهيب كنا فيها، وطبعا شفنا الترهيب من كل المنظومة السياسية وكل أحزاب السلطة وخاصة أمام مجلس النواب، الترهيب الكبير اللي خلى ناس نخسر عيونها معنا وتخسر حياتها معنا. هلا جايين عم نقول اوكي ما بدكم ايانا نفوت على مجلس النواب، نحن مواطنين عاديين وسكرتولنا وعليتوا البلوكات، رح فوت كنواب ورح نفوت كنواب ولازم ينشالوا البلوكات برا لانه ما بقى في حاجه للبلوكات لانه نحن صرنا جوا. المرشحون ذو الافكار الاصلاحيه خاضوا الانتخابات دون موارد ماليه مثل الفصائل القائمه، لكنهم فازوا باكثر من 200 الف صوت وحصلوا على مقاعد بجميع الدوائر. هذه النتائج تمثل تغييرا كبيرا في المشهد السياسي المعتاد في لبنان، حيث هيمنت حفنة من الأحزاب السياسية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. لازم تعرفوا أنه بلشت خونكم لما أترك شغلي، لأنه أنا باكل من تعبي وعرق جبيني وبطعمي من تعبي وعرق جبيني، بس وقف شغلي مات أنا قررت أكل من تعبكم أنتم. يلقي الوافدين الجدد باللوم على الأحزاب القائمة في السياسات التي تسببت في أزمة اقتصادية جعلت ما يقرب من 3/4 سكان لبنان تحت خط الفقر، وفقدت معها العملة الوطنية الليرة أكثر من 90% من قيمتها. قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال ترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج إن بلاده تحتاج لدستور جديد يضمن حقوق كافة التونسيين في حياة كريمة. وبإرادة أغلبية الشعب، جمهورية جديدة، جمهورية تقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وتضمن حقوق التونسيين والتونسيات في حياة كريمة. العبرة ليست بالنصوص وحدها ولكن بالآثار التي يجب أن ترتب عن تلك النصوص. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم دعوة التونسيين للاستفتاء في 25 يوليو القادم. سنعبر معا هذه المرحلة التاريخية الحاسمة حتى نجسد مطالب شعبنا في السيادة الكاملة وفي الحرية الحقيقية، وسيتم النظر أيضا أو التداول في مشروع أمر يتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء في اليوم الموعود يوم عيد الجمهورية. في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهر آلاف المواطنين السودانيين مطالبين بما وصفوه دولة مدنية كاملة. استمرارا للمواكب الحاشدة المستمرة منذ 7 أشهر
والتي تطالب بعودة ما تصفه بالحكم المدني الديمقراطي في السودان، خرج آلاف المتظاهرين في مدن الخرطوم وبحري شمالي السودان وأم درمان غربي السودان وكدجلي جنوبي السودان ومدني وسط السودان والقضارف شرقي السودان حاملين أعلام السودان، ورددوا هتافات تطالب بما وصفوه بدولة مدنية كاملة، ورفعوا شعارات حرية سلام وعدالة. وأفاد التقارير أن متظاهرين أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بحواجز أسمنتية وجذوع أشجار وإطارات مشتعلة، ثم حاولوا الوصول إلى محيط القصر الرئاسي وسط الخرطوم، في حين أغلقت دوريات الشرطة بعض الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة، ما أدى إلى تكدس سيارات وازدحام مروري. وتصدت قوات الشرطة للمتظاهرين بالقرب من حديقة القرشي في الخرطوم، وأمطرتهم بعبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ليرد المشاركون بالحجارة وإعادة رمي عبوات الغاز المسيل للدموع على الشرطة. وكانت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم قد أعلنت تسيير موكب إلى القصر الرئاسي فيما أطلقت عليه مليونية 19 مايو. وتتواصل الاحتجاجات في السودان منذ 15 أكتوبر 2021 بعد أن أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية أبرزها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بهدف تصحيح مسار المرحلة الانتقالية، حيث تعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني. كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة في تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب لقائه في واشنطن برئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون والرئيس التنفيذي ساولو نينتسونو الرئيس الفنلندي، قال إن السويد وفنلندا تستوفيان كل المعايير للانضمام إلى حلف الناتو. اليوم أنا فخور بأن أؤكد لهما الدعم التام والكامل من الولايات المتحدة الأمريكية. إدارتي ستعرض على الكونغرس الأمريكي وثائق ضم حلف شمال الأطلسي للدولتين السويد وفنلندا حتى يتسنى لمجلس الشيوخ التحرك بسرعة لجهة الموافقة عليها. فنلندا والسويد تقويان من حلف شمال الأطلسي ليس بسبب قدرتيهما فحسب، بل بسبب ديمقراطيتهما القوية، ووجود حلف أطلسي قوي هو الأساس لأمن أمريكا. من جانبه قال الرئيس الفنلندي سولو نينتسو إن بلاده سوف تلتزم بالمحافظة على أمن تركيا التي تعترض على انضمامها لحلف الناتو. القيادة التركية عبرت عن قلقها بشأن طلب عضوياتنا في الحلف الأطلسي. أود أن أعرض لهذه المخاوف اليوم. فنلندا كان لها دائما علاقات ثنائية واسعة وطيبة مع تركيا، ومثل كل الحلفاء في الناتو نحن ملتزمون بأمن تركيا بقدر التزامها هي بأمننا. نحن نأخذ الإرهاب على محمل الجد، نحن ندين الإرهاب بكل أشكاله ونكافحه بقوة. بوسع تركيا أن تعرب عن قلقها إزاء عضوياتنا بطريقة شفافة وبناءة من خلال محادثات معنا، وقد بدأت هذه المحادثات بالفعل وسوف تستمر في الأيام المقبلة. في سياقنا متصل، قالت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون إن بلادها تجري حوارا مع كل دول حلف الناتو لحل أي قضايا قد تعرقل انضمامها. سيدي الرئيس، إن دعمكم لأمال بلدينا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لخدمة أمننا لهو أمر ذو أهمية جوهرية، ونتطلع إلى أن يسارع أعضاء حلف الأطلسي بالمصادقة على انضمام بلدينا، ونحن نجري حاليا حوارا على شتى المستويات مع كل الدول الأعضاء في الأطلسي بما فيهم تركيا لحل أي قضايا قيد النظر.
في العاصمة الأمريكية واشنطن، وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار لمواجهة العمليات العسكرية الروسية. بقيمة 40 مليار دولار أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية وأمنية واقتصادية إلى أوكرانيا بعد إقراره الشهر الماضي من جانب مجلس النواب الأمريكي. وفور حصول القرار على اعتماد الكونغرس الأمريكي بمجلسيها، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بإقرار حزمة المساعدات الجديدة إلى أوكرانيا من أجل تمكينها من مواجهة العملية العسكرية الروسية في أراضيها. بايدن أكد كذلك أن هذا القرار بمثابة رسالة واضحة إلى العالم تفيد بأن الشعب الأمريكي يقف إلى جانب الشعب الأوكراني في الدفاع عن ديمقراطيته وحريته. هذه الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا تشمل جانبا اقتصاديا وإنسانيا، إضافة إلى أسلحة وذخائر وافق عليها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ. وتتضمن هذه الحزمة 6 مليارات دولار يفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزود بآليات مصفحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي في وقت تحتدم فيه المعارك في شرقي البلاد وجنوبها. كما تشمل نحو 9 مليارات دولار لضمان عدة أمور، بينها استمرار عمل الهيئات الديمقراطية الأوكرانية، إضافة إلى مبلغ كبير مخصص للجانب الإنساني. وفي منتصف مارس الماضي أقر الكونغرس الأمريكي بصرف 14 مليار دولار كدعم لكييف في مواجهة العملية العسكرية الروسية، إلا أن الرئيس الأمريكي ظل يضغط على الكونغرس منذ أسابيع لزيادة الميزانية بشكل كبير بهدف دعم أوكرانيا في المرحلة الجديدة من النزاع العسكري. في مدينة نيويورك اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهم موسكو باستخدام الغذاء سلاحا لحسم الحرب في أوكرانيا. تحولت جلسة مجلس الأمن الدولي إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن المسؤولية عن التدهور المتفاقم للأمن الغذائي في العالم. وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اعتبر أن روسيا اتخذت الإمدادات الغذائية لملايين الأوكرانيين وملايين الأشخاص حول العالم كسلاح على حد قوله، داعيا موسكو إلى السماح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ. The decision to wage this war is the Kremlin's. توقفوا عن إعاقة عمل موانئ البحر الأسود، اسمحوا بحرية التنقل للسفن والقطارات والشاحنات التي تنقل الأغذية من أوكرانيا، توقفوا عن تعليق تصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى البلدان التي توجه انتقادات لحربكم. في المقابل ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فازيلي نيبينزيا بما وصفه بنوايا الغرب لتحميل بلاده مسؤولية جميع مشاكل العالم، رافضا كل الاتهامات الغربية. الأزمة الغذائية التي يشهدها العالم كامنة منذ زمن وأسبابها الجذرية ناجمة عن الصعوبات اللوجستية وعمليات المضاربة في الأسواق الغربية. أوكرانيا تعيق عمل موانئها عبر الألغام التي تنشرها على طول سواحل البحر الأسود. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فأشار في وقت سابق إلى أنه يسعى إلى التوسط في صفقة شاملة تسمح لأوكرانيا باستئناف صادراتها الغذائية عبر البحر الأسود وزيادة الأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية. وتسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة، ويمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، كما أنهما مصدران أساسيان لتصدير الذرة والشعير والسماد. في العاصمة الألمانية برلين أصدر البرلمان الألماني البوندستاغ قرارا يقضي بتجريد المستشار الأسبق جيرهارد شرودر المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من امتيازات رسمية يتمتع بها، معتبرا أنه فشل في الوفاء بالتزامات لجهة رفضه قطع العلاقات مع عمالقة الطاقة الروسية. وجاء قرار البوندستاغ في وقت دعا فيه مشرعون أوروبيون في قرار غير ملزم إلى فرض عقوبات على شرودر، وأوروبيين آخرين يرفضون التخلي عن مقاعدهم في مجالس إدارات شركات روسية.
في العاصمة الألمانية برلين. أيضا قال المستشار الألماني أولف شوالتس إنه لا توجد طرق مختصرة لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. طوال سنوات تقوم تلك الدول بجهود إصلاح حثيثة ويعدون تنازلات. الحفاظ على وعودنا لهم أمر لا يتعلق فقط بمصداقيتنا، اليوم أكثر من أي وقت مضى ضمهم أصبح أحد مصالحنا الاستراتيجية. الأمر لا يتعلق بأمن هذا الإقليم فحسب، حيث تتبارى القوى الخارجية لكسب النفوذ وأبرزها روسيا، بل يتعلق بأمننا نحن، والذي لن يتحقق دون استقرار غرب البلقان الأوروبي. في مدينة نيويورك قال وزير خارجية باكستان الجديد بوتو زرداري إن بلاده سوف تعزز علاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في سائر المجالات. العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة تم تعزيزها كثيرا في الآونة الأخيرة نتيجة للتغيرات الجيوسياسية والنزاعات في المنطقة، وخاصة التطورات الأخيرة وطبيعة الأوضاع في أفغانستان. نحن نتطلع إلى توسيع قاعدة العلاقات الثنائية بشكل ترتقي به صداقة البلدين في الأصعدة المختلفة، سواء السياسية أو الشعبية أو الدفاعية، والأهم من ذلك على الصعيد الاقتصادي. بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة آسيوية يزور فيها كوريا الجنوبية واليابان، تعد هي الأولى منذ توليه مقاليد السلطة. في رحلة يخيم عليها شبح تجربة نووية كورية شمالية محتملة، يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال جولته الآسيوية سبل دعم التحالف مع كل من كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة التحديات في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة جنوب شرق آسيا. وسيعقد بايدن اجتماعات مع قادة وزعماء كوريا الجنوبية واليابان، وسيشارك أيضا خلال وجوده في طوكيو في القمة الإقليمية للتحالف الرباعي كواد الذي يضم استراليا والهند واليابان والولايات المتحدة. وتقدر الولايات المتحدة أن هناك احتمالا حقيقيا أن تجري كوريا الشمالية تجربة صاروخية أخرى أو تجربة نووية خلال جولة بايدن الآسيوية. مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قال إنه ليس هناك تعارض بين تكريس الوقت والطاقة والاهتمام لأوروبا وتكريس الوقت والطاقة والاهتمام لآسيا، مشيرا إلى أن القضايا الأوروبية والآسيوية تعزز بعضها البعض. الجولة الآسيوية الأولى التي يقوم بها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه السلطة تعد فرصة أيضا للتركيز بشكل أكبر على التحدي الذي تمثله الصين، بعد أن تركزت جهود إدارته خلال الأشهر الماضية على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتعتبر واشنطن الصين التحدي الأول في السياسة الخارجية، حيث حدد بايدن في العديد من الخطابات الصين باعتبارها المنافسة الاقتصادية الرئيسي للولايات المتحدة، وبنى سياسة وشراكات حول مواجهة نفوذ بكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. في اليوم الثاني من أعمال مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 75، تم عرض فيلم وثائقي يحمل اسم ماريوبوليس 2، يقدم صورة عن قرب للحياة تحت القصف في أوكرانيا. برنامج مهرجان كان السينمائي 2022 ضم في يومه الثاني عدة أفلام، أبرزها فيلم أرماجادن تايم، وهو فيلم دراما تاريخي من بطولة أن هاثاواي وأوسكار آيزاك وأنتوني هوبكنز وروبرت دينيرو، ومن إخراج جيمس غراي، إضافة إلى فيلم لوتو مونتانيا وهو فيلم دراما فرنسي. برنامج المهرجان ضم أيضا فيلم ماريوبوليس 2 الذي يجسد مظاهر العملية الروسية على أوكرانيا، حيث يوثق فيه المخرج الليتواني مانتاس كيفيدارفيسيوس معاناة المواطنين أثناء الحرب الروسية على أوكرانيا، خاصة في مدينة ماريوبول، قبل أن يقتل هو فيها خلال توثيقه لآثار الحرب الروسية عليها حيث دمرت بالكامل. وقتل كيفيدارفيسيوس البالغ من العمر 45 عاما في أبريل الماضي في ماريوبول، حيث كان يصور فيلما مع بيلو بروفا التي كانت تشاركه في إخراج المشروع. يظهر الفيلم الوثائقي ماريوبوليس 2 الحياة في ماريوبول الأوكرانية تحت الحصار، مع استمرار الانفجارات وإطلاق النار أحيانا من مسافة قريبة. وتخيم أشباح الحرب في سماء المهرجان
الذي حضر الوفود الروسية الرسمية، ودعا الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي لإلقاء كلمة في حفل الافتتاح مباشرة من كييف. ختاما هذا تذكير بأهم عناوين الأخبار. ويعد تغير المناخ واحدا من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم بسبب التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة. عقب قيامه بإطلاق استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية، مصطفى مدبول يشدد على أن مصر تعد من أكثر دول العالم عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية. ائتلاف إسرائيل الحاكم يصبح أقلية في الكنيست بعد استقالة نائبة عربية احتجاجا على تصاعد العنف بالأقصى. عقب لقائه رئيسة وزراء السويد ورئيس فنلندا، بايدن يقول إن السويد وفنلندا تستوفيان معايير الانضمام لحلف الناتو. تقبلوا تحياتي، نهاية أخبار السابعة صباحا.